الظهيرة من قناة سما نبدأها بالعناوين. إيران ترحب بالحوار بين سوريا وتركيا وتؤكد دعمها الواضح للمقاومتين اللبنانية والفلسطينية. خمسة شهداء في 24 ساعة، قوات الاحتلال تصاعد من جرائمها ضد الفلسطينيين. القوات الروسية أحكمت تطويق أرتيموفسك المسمى أوكرانيا بباخموت وتحرير سوليدار بالكامل. أهلا بكم. التقى الرئيس بشار الأسد بألكسندر لافرنتييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي والوفد المرافق له، وأجرى الحديث بين الجانبين حول مسار العلاقات الاستراتيجية السورية الروسية وآليات تنميتها في كل المجالات. وفي اللقاء أكد الرئيس الأسد أن المعركة السياسية والإعلامية على أشدها الآن في العالم، وأن اشتدادها يتطلب ثباتا ووضوحا أكثر في المواقف السياسية، مشيرا في هذا الصدد إلى موقف سوريا الداعم للعملية الروسية الخاصة في دونباس. بدوره أشار لافرنتييف إلى أن روسيا تقدر مواقف سوريا البناءة، معتبرا أنه وعى الرغم من الضغوط الكبيرة التي تنتهجها الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى أنها فشلت في عزل روسيا وسوريا، وبين أن بلاده تقيم إيجابيا اللقاء الثلاثي الذي جمع وزراء دفاع سوريا وتركيا وروسيا، وترى أهمية متابعة اللقاءات على مستوى وزراء الخارجية. هذا واعتبر الرئيس الأسد أن اللقاءات حتى تكون مثمرة فإنها يجب أن تبنى على تنسيق وتخطيط مسبق بين سوريا وروسيا من أجل الوصول إلى الأهداف والنتائج الملموسة التي تريدها سوريا، انطلاقا من الثوابت والمبادئ الوطنية للدولة والشعب المبنية على إنهاء الاحتلال ووقف دعم الإرهاب. أكد وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان استعداد طهران بتزويد لبنان بالفيول وبناء وتأهيل معامل الطاقة الكهربائية انطلاقا من توافق مع الحكومة. ومن بيروت أضاف عبد اللهيان أن طهران تقف داعمة بشكل واضح للمقاومتين اللبنانية والفلسطينية. وفي المشهد الإقليمي أعرب عن سعادته بالحوار بين سوريا وتركيا، معتبرا أنه يمكن أن ينعكس إيجابا لمصلحة البلدين. أؤكد أن الجمهورية الإسلامية تقف داعمة بشكل واضح للمقاومتين اللبنانية والفلسطينية في وجه التهديدات والاعتداءات الإسرائيلية على هذين البلدين. نحن سعداء بالحوار بين سوريا وتركيا واللقاءات بين المسؤولين، ونعتقد أنه يمكن أن ينعكس إيجابا لمصلحة البلدين، كما نعتقد أنها الطريقة الأنجع والأفضل لإيجاد مخرج لمسألة العلاقات السورية التركية، ويمكننا متابعة الأمر من خلال الالتزام بالمفاوضات في إطار أستانا مع أعطاء دور للحضور السوري في هذا الحوار. قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إن بلادها تعمل على تنظيم لقاء يجمع وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا. وفي سياق آخر كشفت ماريا زاخاروفا عن لقاء الثلاثاء القادم في موسكو يجمع وزير الخارجية الروسي بنظيره الإيراني، وذلك لمناقشة عملية بث الروح في خطط العمل الشاملة الخاصة بالملف النووي الإيراني. العمل جار في موسكو لعقد لقاء يجمع الوزراء سيرغي لافروف وفيصل المقداد ومولود تشاوس أوغلو. من الناحية العملية لم تتم بعد الموافقة على موعد محدد، ويجري العمل على عقد مثل هذا الاجتماع. قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر تشيليك إن أنقرة لا تريد تأخير الاجتماعات واللقاءات مع الجانب السوري. وزعم المتحدث أن النظام التركي يريد أن تكون الاجتماعات والمحادثات مفيدة جدا لحل كل المشاكل التي تطرح خلالها، بدءا بمحاربة الإرهاب وعودة اللاجئين. ولفت إلى أن المساعي الروسية في هذا الإطار متواصلة، وتتعامل معها أنقرة بتقدير كبير وإيجابية.
كذلك قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إنه قد يلتقي بنظيره السوري أوائل شباط فبراير المقبل. بالمقابل أفادت مصادر سورية رفيعة المستوى لمصادر إعلامية بأن اللقاء ليس محددا بعد لعدم موافقة دمشق حتى الآن على عقده. وقالت المصادر أن دمشق رفضت تعيين الاجتماع قبل تحديد الأهداف منه، وفي مقدمتها انسحاب الجيش التركي من كامل الأراضي السورية. تواصل الجهات الحكومية في محافظة الحسكة توفير جزء من احتياجات المياه عبر محطات التحلية وخزانة الهلال الأحمر، وذلك مع استمرار الجهود المشتركة مع الجانب الروسي لإيجاد حلول لتشغيل محطة علوك التي توقفها قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها لتترك مليون من أهالي مدينة الحسكة وضواحيها دون مياه. 70 يوما متواصلة وقبلها 3 أشهر ومدينة الحسكة وريفها دون مياه. في ظل استمرار إيقاف الاحتلال التركي الضخ من محطة مياه علوك المصدر الوحيد المغذي لهذه المناطق، الأزمة أدت لأعباء مادية كبيرة على الأهالي مع اضطرار قسم كبير منهم الاعتماد على مياه الصهاريج، ما يشكل تهديدا صحيا كبيرا عليهم في ظل انتشار الأمراض والأوبئة. عم نشتري الصهاريج ب 15,000 ب 20,000، هذا عبء على المواطن، واللي ما عنده دخل هاي كمان مصيبة أكبر أجدته. فنتمنى من القيادة ومن الإدارة بالمياه والمنظمات يلقوا حل سريع للقضية. ما نشتري ومو هذاك المية صحي، وأولادنا يمرضون وإحنا نمرض. نطلب من الجهات العامة والجهات الدولية والأمم أن تنظر إلى أهالي الحسكة بعين العطف والرحمة، وأن تضغط على المسؤولين المحتلين الأتراك والأمريكان ليرفعوا عنا هذا الضغط. أجي على البسكليت من الغزل تعبي لي 5 قناني مي مشان شرب، ما أبي مي. الله وكيلك، هذا وضعنا هذا. يا ريت إنه بس المي أهم شيء، المي أهم شغلة هي المي. وتواصل الجهات الحكومية توفير جزء من احتياجات الأهالي عبر محطات التحلية وخزانات الهلال الأحمر التي يتم توفير المياه لها من محطة نفاشة والمحطات الحكومية، مع تواصل الجهود المشتركة مع الجانب الروسي لإيجاد حلول لتشغيل محطة علوك. ما زالت محطة علوك متوقفة، هذا التوقف بحدود 6 أشهر، جاءت يعني منذ فترة، منذ أكثر من 70 يوم جاءت لمدة 10 أيام لكنها عادت توقفت. حاليا ما زلنا نسعى نحن بالحلول الأسعافية اللي هي تأمين المياه بالصهاريج المنظمات وتعبئة الخزانات الموجودة بأحياء مدينة الحسكة، وكذلك متابعة تشغيل محطات التحلية التي أدت دور جيد في هذه الفترة، عدت دور جيد للأحياء المحيطة فيها. فقط حقيقة يعني كميات المياه هي ما زالت المقدمة هي لا تشكل 10% من حاجة الأخوة المواطنين. الفترة الزمنية الطويلة لانقطاع مياه الشرب أدت لتحولها لأزمة لا يريد السكان أن يعتادوا عليها، مع مطالب متجددة للمنظمات الدولية والجانب الروسي للتدخل وتحييد المحطة عن الصراعات وإعادة الضخ من محطة علوك مجددا. أيهم مرعي، لقناة سما، مدينة الحسكة. شهد حي المطار في مدينة القامشلي توزيع مساعدات إنسانية شملت سلالا غذائية مقدمة لأسر الشهداء. كل الشكر والتقدير لمواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية على موقفها الداعم للقضايا العادلة، وخاصة الأزمة التي مرت بها الجمهورية العربية السورية والتي لم تنقطع إمداد ومساعدات الجمهورية الإسلامية الإيرانية. نتأمل أن نكون دائما يد واحدة مع الأخوة والأصدقاء الجمهورية الإسلامية، ونشكرهم على كل ما يقدمونه لهذه العوائل الوطنية. احنا نشكر الجمهورية العربية الإسلامية الإيرانية على مساعدتها للشعب السوري، على صداقتها وعلى دعمها على طول مع الشعب السوري. هذه المساعدات هي جزء بسيط، ونحن نتوجه بالشكر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية على موقفها الداعمة للشعب السوري. نشكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة الشقيقة اللي ساعدتنا بكل الأموال العسكرية والمدنية.
أشن الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية، حيث أصيب فلسطينيون بالاختناق خلال تصديهم لقوات إسرائيلية في بلدة الخضر جنوب بيت لحم. وفي القدس المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط من جهة الحاجز العسكري، وخلال اقتحامها مخيم الجلزون شمال رام الله استخدم جنود الاحتلال رجلا مسنا كدرع بشرية. هذا وقد استشهد شابان فلسطينيان في بلدة قباطية جنوب جنين، فيما أوضحت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 9 منذ بداية العام. أفادت قناة المنار بأن الجيش اللبناني أطلق النار على طائرة إسرائيلية مسيرة خرقت الأجواء أثناء قيام قوة مشاة معادية بتجاوز السياج التقني شمال موقع العباد عند حدود بلدة حولة. هذا وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أنه أجرى تمرينا على الحدود الشمالية لفلسطين مع لبنان شمل إطلاق المدفعية باتجاه جبل روس في مزارع شبعة. جاء ذلك بعد زيارة تفقدية أجرها رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو ووزير حربه يواف غالانت إلى مقر قيادة الجبهة الشمالية في الجيش الاحتلال، حيث أجريا تقييما أمنيا. أعلنت السلطات دونيتسك أن الوحدات الروسية تطوق مدينة آرتيموفسك. بالمقابل قالت الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت بالكامل على مدينة سوليدار. وتعود أهمية الوضع في منطقة آرتيموفسك التي تسميها كييف باخموت كونه سيسمح لروسيا بوضع قواتها المدفعية في مواقع جديدة، وستسمح السيطرة على مدينة آرتيموفسك بالتحرك نحو المدن الكبيرة مثل سلافيانسك وكراماتورسك. أظهر مقطع فيديو متداول تحضير قوات كييف لاستخدام أسلحة كيميائية، وظهر خلال المقطع جندي أوكراني يواجه تهديدات، وفي المكان عدد كبير من الطائرات المسيرة، البعض منها ثبتت عليها أسطوانات مملوءة بمادة مجهولة، ويرجح أنها تحتوي على حمض البروسيك وهو مادة قاتلة شديدة السمية. حثت الدفاع الفرنسي على تسليم دبابات IMX-10RC إلى أوكرانيا في غضون شهرين. وبحسب الوزارة اتفق وزير الدفاع الفرنسي والأوكراني على أن تسليم الدبابات سيتم في غضون شهرين، فيما كان الرئيس مانويل ماكرون أعلن في وقت سابق أن بلاده ستسلم دبابات قتالية خفيفة إلى أوكرانيا. وصف الكرملين الوضع حول محطة زابوروجيا للطاقة الذرية بأنه مثير للقلق، فيما يستعد الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي لزيارة كييف وموسكو. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الجانب الأوكراني لا يزال يرى أنه من الممكن مواصلة القصف. ومن جانبه صرح ميخائيل أوليانوف مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية بأن موسكو تنطلق من حقيقة أن غروسي سيبحث مع السلطات الأوكرانية مبادرته لإقامة منطقة أمان نووي في محطة زاباروجيا. أعلنت السلطات الروسية إتمام المرحلة الأولى من ترميم طريق السيارات السريع عبر جسر القرم، وذلك بعدما تعرض لعمل تخريبي من جانب سلطات كييف الخريف الماضي. العدل الأمريكي تعيين مدعى عام للتحقيق في قضية وثائق جو بايدن السرية. وأكد البيت الأبيض مؤخرا العثور على عدد صغير من الوثائق المصنفة السرية في خزانة مقفلة في منزل بايدن الخاص في ولاية ديلاور، يعود تاريخها إلى فترة توليه منصب نائب الرئيس خلال عهد باراك أوباما. بعد فضيحة الابن المقاول هانتر بايدن في تمويل مختبرات بيولوجية في أوكرانيا،
تضج أروقة السياسة الأمريكية بفضيحة تلاحق الأب جو بايدن، تضاف إلى سلسلة الإخفاقات التي تسم عهد الرئيس الثمانيني. عدد صغير من الوثائق السرية تم العثور عليها في منزل بايدن في ولاية ديلاور، ترجع إلى فترة توليه منصب النائب في فترة أوباما. هذا ما قاله البيت الأبيض بعيد العثور على عدد آخر من الوثائق في مكتب خاص لبايدن أثناء فترة الخدمة ذاتها، ما يشكل ضغطا وإحراجا كبيرين على مسار التحقيق القائم ضد الرئيس السابق ترامب في قضية لسخرية الأقدار الأمريكية تطابق قضية اليوم إساءة استخدام أوراق سرية. رغم التقليل من شأن العثور على هذه الوثائق من قبل الرئيس بايدن الذي لم يكن يعلم على حد قول بيته الأبيض بأمر الوثائق ولا بمضمونها، تعلن العدل الأمريكية تعيين مدع عام مستقل للتحقيق في القضية. لقد وقعت وثيقة عين بموجبها روبرت هور مدعيا عاما خاصا لديه صلاحيات التحقيق مع أي شخص أو كيان قد يكون انتهك القانون في هذه القضية. القضية شكلت هدية العام الجديد للجمهوريين غير المنتشين بعودتهم الخجولة إلى أغلبية الكونغرس الرئيس السابق ترامب، والطامح إلى العودة رئيسا والخاضع لتحقيقات مشابهة سارع إلى استغلال الموقف متسائلا متى يداهم FBI مقرات جو بايدن الكثيرة وحتى البيت الأبيض. بدوره رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي أبدى قلقه من أنباء العثور على هذه الوثائق مطالبا الكونغرس بفتح تحقيق في القضية. الأمر يتعلق بشخص شغل منصبا رسميا لأكثر من 40 عاما وسبق له التعبير عن قلقه بشأن الوثائق المخزنة في مقر إقامة الرئيس ترامب. الآن نكتشف أن هذا الشخص نفسه يحتفظ بوثائق تعود لفترة توليه منصب نائب الرئيس متروكة في العراء. القصة ليست جديدة. بهذه الجملة المقتضبة علق إدوارد سنودن العميل السابق في وكالة الأمن القومي على خبر العثور على وثائق سرية في مقر ومكاتب بايدن. سنودن ألمح إلى عدم محاسبة أي رئيس أو مسؤول سابق تورط في قضايا الاحتفاظ بوثائق رسمية سرية. القضية أكبر من سجال ديمقراطي جمهوري اعتادته الأوساط الأمريكية وأعمق من مجرد تحقيقات مستقلة في قضايا استغلال المنصب وإساءة استخدام وثائق سرية. إن الديمقراطية الأمريكية لا تزال في خطر، وذلك على حد وصف أهم مجلات السياسة الأمريكية فورين أفيرز. أكد الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا اقتناعه بأن مقتحمي القصر الرئاسي في برازيليا تلقوا مساعدة من الداخل، وبالتزامن دعا مشرعون ديمقراطيون الرئيس جو بايدن إلى إلغاء تأشيرة الرئيس البرازيلي السابق جاير بولسينارو موجودة في فلوريدا، رافضين أن تكون الولايات المتحدة ملجأ للزعيم السابق. جزء من أمريكا اللاتينية يبدو أنه يعيش على صفيح ساخن من الأحداث والتطورات. الساحة البرازيلية باتت تشكل مسرحا جديدا تهيئه واشنطن لمصالحها على وقع مخاوفها دول القارة اللاتينية من تحت مظلتها، وإن محاولة بعض من مشرعي الولايات المتحدة الديمقراطيين طرد الرئيس السابق للبرازيل جاير بولسينارو الموجود في فلوريدا وإلغاء تأشيرته خطاب مفتوح وجهه المشرعون لبايدن، طالب بايدن فيه التعاون الكامل مع أي تحقيق تجريه الحكومة البرازيلية إذا طلب منها ذلك، والتحقق من الوضع القانوني لمن بات رئيساً سابقاً في البرازيل. المشرعون زادوا في طلبهم بضرورة أن تقوم وزارة العدل بالتحقيق في أي دعم أو تمويل محتملين مصدرهما الأراضي الأمريكية لجرائم العنف التي ترافقت مع اقتحام 3 مقار للسلطة البرازيلية أقدم عليها مناصرون لبولسينارو. تخمينات مشرعي أمريكا هي حقائق ثابتة عند الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي أشار صراحة بأن مقتحمي القصر الرئاسي في برازيليا تلقوا مساعدة من الداخل. العديد من الخطابات للرئيس السابق بولسينارو شجعت على هذه الغزوات التي لم يسبق أن حصلت في البرازيل حتى في الستينيات. المخربون اقتحموا المقر الحكومية والشرطة الفيدرالية التي ينبغي أن تتولى الأمن لم تقم بواجبها. كان هناك خلل ما، كانت الشرطة تقود المقتحمين. شوارع العاصمة برازيليا ومعها مدن أخرى كانت على موعد مع مظاهرات لأنصار الرئيس السابق بولسينارو، مظاهرات وإن كانت قليلة بعدد المشاركين لم تمنع عناصر من شرطة مكافحة الشغب بالتواجد وإغلاق عدد من الساحات. أحداث البرازيل نسخة شبيهة لاقتحام الكابيتول الأمريكي في واشنطن في 6 من كانون الأول 2021 من قبل أنصار ترامب
حليف بولسينارو، وهو ما يؤكده أن المخطط والمنفذ واحد، يقول المحللون. إلى العناوين. إيران ترحب بالحوار بين سوريا وتركيا وتؤكد دعمها الواضح للمقاومتين اللبنانية والفلسطينية. خمسة شهداء في 24 ساعة، قوات الاحتلال تصعد من جرائمها ضد الفلسطينيين. القوات الروسية أحكمت تطويق أرتيموفسك المسمى أوكرانيا بباخموت وتحرير سوليدار بالكامل. بهذا نكون وصلنا إلى ختام نشرتنا، في أمان الله.